نفهم، ونريد أن نفهم لكي نحاول أن نستشرف العمل، أن نعمل. معنا الوقت ضيق وضيق جدا، سأكون صريحا معي ومعكم، الوقت ضيق جدا. عالمنا العربي ينحدر نحو تفكك شبه حتمي، شيء مرعب. الذي لا يرى هذا أقول له أنت لا ترى أصلا، أنت أعمى. عالمك ينحدر. على فكرة التقارير الأجنبية بما فيها الإسرائيلية الصهيونية تقول هذا شيء حتمي، حاصل حاصل، شئتم أم أبيتم ستتفككون، ستتفكك مصر كما تفككت العراق، وستتفكك العراق مزيد تفكك، وسوريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كله سيتفكك. سأحدثكم بالوثائق اليوم، جئت لأحدثكم فقط بالأحرى لكي أذكركم. تعرفون سمعتم أكيد هذه الأشياء مئات المرات، لكن يا ويح هذه الأمة من نفسها. ما هذه الأمة التي تطلق الرصاص على قدميها؟ شيء عجيب. ما هذه الأمة التي تعوق مسيرتها، تعوق نفسها؟ لم نسمع بمؤتمر واحد من الثمانينيات أيها الإخوة قامت به هذه الأمة العربية على الأقل لكي تبني السدود دون طوفان التقسيم المحتم الذي يتحدثون عنه بصفة التحتيم. لم يفعلوا هذا، كأن الأمر لا يعنيهم. يا أخي يعنيكم، إن لم يعنكم أنتم كزعماء سياسيين وزعماء روحيين، يا ويلتنا من الزعماء الروحيين، من علماء الدين شيعة وسنة، يا ويلتنا من هؤلاء. إن لم يعنكم كزعماء سياسيين وزعماء روحيين وكقادة فكر وبناة رأي عام من محللين وسياسيين وصحفيين ومفكرين وكتاب وأدباء وشعراء، إن لم يعنكم فهذا الأمر بالضرورة يعني الأجيال المقبلة. يا إخوان، لماذا نخون مستقبل أجيالنا إذن؟ نحن تخلينا عنا، عن حاضرنا وعن مستقبلنا، فماذا عن مستقبل الأجيال الأخرى؟ ستلعننا هذه الأجيال، أنا متأكد أنها ستلعننا. نحن اليوم حين نقرأ كيف أنشئت وكيف أسست إسرائيل نكاد نلعن عرب ذلك الزمان. ما رأيكم؟ لأنه كان بالإمكان وبسهولة والله ألا تقوم إسرائيل، لكنهم لم يفعلوا شيئا تقريبا لكي يحولوا دون قيام إسرائيل. وفكروا لعبة بسيطة، لعبة بسيطة تقوم، وبعد ذلك إذا قررنا فنستطيع أن نزيلها في يوم كما كانوا يقولون إلى عشية الهزيمة. النكبة مش نكسة، نكبة حقيقية، نرميهم في البحر، في البحر وانتهي كل شيء. الآن نكاد نلعنهم، نلعنهم لجهلهم، لاستهتارهم، للا مبالاتهم، لخيانتهم لنا. كل ما ندفعه الآن من أثمان، على فكرة الآن ليست فلسطين وحدها، طبعا فضلا عن أن تكون غزة وحدها، لا لا، ليست فلسطين وحدها التي تدفع الثمن، الكل سيدفع الثمن. انتبهوا، اقرأوا، استيقظوا، احذروا، الكل يدفع وسيدفع، الذي لم يدفع بعد سيدفع، وهم مصرون على أن يدفعوكم الثمن. بحجة ماذا؟ ما أحسن هؤلاء الاستراتيجيين الغربيين المتصهينين في الوعظ، وعظ جيدون جدا، ما أحسن وعظهم؟ قدرة غير طبيعية أيها الإخوة على الصلافة والوقاحة. الجنرال الأمريكي المتقاعد رالف بيترز عنده خطة، مش مؤامرة، انتبهوا، العرب يعشقون المؤامرات، يعبدون المؤامرات، كل شيء بحلول مؤامرة، حتى الشيء الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار يقولون مؤامرة. مش مؤامرة، خطة، خطة، خطة واضحة مكتوبة في مجلات، هذه المجلات غير سرية ومتاحة على النت، المجلات هذه كمان مجانا، بتنزلها قبل من 2008 وبتنزلها الآن زي ما هي موجودة، ما حذفوهاش تماما، مثل ما قال إيه مشير ديان في يوم الأيام، لأن العرب لا يقرؤون. صحيح والله، صدق هذا الكذوب، العرب لا يقرؤون، قال وإذا قرأ لا يفقهون، قال وإذا قرأوا لا يفقهون، وإذا فقهوا لا يعملون. دعون كلام، دعون كلام وحكي وشعر، قتلتنا عقلية الشعر. إحنا طبعا ما فيش حدا بيعرفش نزار قباني ولا محمود درويش ولا سميح القاسم، كل الدنيا كل العرب، بس مين من العرب بيعرف جمال حمدان مثلا، حامد ربيع، عقول عربية استراتيجية ضخمة مفكرة مثلا، لا لا لا. والذي سمع من منهم قرأ لهذا أو لذاك أو لذلك؟ لا أحد طبعا. لذلك البلاء حائق حائق، وهو بلاء ماحق
أيها الإخوة، ما أحق. هذا رالف بيترز الجنرال الأمريكي المتقاعد يكتب في دورية القوات المسلحة الأمريكية Armed Forces Journal، يكتب فيها 2008، يدخل على النت اكتب Armed Forces Journal موجودة، واكتب رالف بيترز موجودة إلى عن الحدود الدموية، حدود الدم Blood Borders، كيف سيبدو الشرق الأوسط الأفضل، How a bitter Middle East look، Would look الأحرى، كيف سيبدو، كيف سيغدو الشرق الأوسط الأفضل. يبدأ بموعظة ممتازة جدا، الرجل منحاز للعدالة، يقول هناك إثنيات، هناك أقليات، هناك شعوب مظلومة، من الذي ظلمها يا سيد بيترز؟ يقول سايكس بيكو، سايكس وبيكو يعني الإنجليزي والفرنسي، الاستعماران الإنجليزي والفرنسي ظلموا هذه المنطقة، هذه المنطقة تستحق أحسن مما هي فيه، أحسن من هذه الأوضاع الكئيبة. واحد جميل جدا ما شاء الله، لصالح من يعني؟ لصالحنا. وطبعا ينهي المقالة بأن هذا المقترح الذي اقترحه وصوره في شكل خارطتين، تو مابز يعني، قبل وبعد، شرق الأوسط قبل وبعد، قال لا يمكن، يستحيل، يقول يستحيل أن يتم بغير دماء كثيرة تسفك، وهذا لا يمكن الحلول دونه، لازم تصير مجازر ومذابح وملايين يموتوا. معناها داعش لسه هذه إيه؟ تحت الحساب، هذه لقمة لسه. واللي بيصير في سوريا هذا نموذج، نمط مما ينبغي تعميمه، مما ينبغي تعميمه، والدور زي ما قلنا على مصر والسعودية والإمارات كله، مش كلامي، كلامه هم يا أخي، وكاتبينه عادي واضح، ومش واحد واثنين، مش بيترز لحاله، هذا عشرات يتسابقون أيها الإخوة في وضع خطط وتصورات ومابات أو خوارط التقسيم، يتسابقون، مش بس برنارد لويس، هذا الصهيوني الحقود المؤرخ الكريه والعياذ بالله، البريطاني المتأمرك الصهيوني هذا، ديك تشيني هذا عمل له مرة في فيلادلفيا حفل التكريم، نائب الرئيس طبعا جورج دبليو بوش صغير، ديك تشيني، وبدأ يمدح يكيل المدح جزافا لبرنارد لويس، يهودي طبعا، مؤرخ يهود عمره الآن أكثر من 90 سنة. طيب قال إيش يقول؟ قال هذا الرجل جاء لكي يعمل مستشارا في وزارة الدفاع. إيش علاقة التاريخ والاستشراق والعلم بوزارة الدفاع؟ طبعا هو رجل صهيوني يحمل إرثا من الحقد على العرب والمسلمين. في 2005 ماذا يقول برنارد لويس؟ يقول إن العرب والمسلمين، انتبهوا، العرب والمسلمين كلهم، كل هذه الأمة، إذن أحسن نقول إن المسلمين، والمقصود المسلمين بالذات يعني، طبعا إن العرب والمسلمين يقول أناس فاسدون بالحرف، مفسدون، فوضويون، إذا تركوا لأنفسهم، قصر هم صبيان قصر مغفلون، إذا تركوا لأنفسهم لم يلبثوا أن يصدروا موجات الإرهاب إلى مراكز الحضارة أو التمدن، ولذلك ولأنه لا حل معهم، ما فيش إمكانية أن تحضرهم غير قبيل التحضر، يعني وين إحنا والقرن 19 وأساطير بريطانيا وأساطير فرنسا الإمبراطورية طبعا في تحضير المتخلفين من أمثالنا، في عبء الرجل الأبيض، كانوا يتحدثون عن العبء، حرام، مسؤولية، يتجشمونها، تعبانين كثير هم، كانوا يتجشمون مسؤولية تحضير هؤلاء على الأقل تحت هذه اللغة العنصرية الفائحة بالعنصرية، فجة كاذبة أيها الإخوة، زائفة، في نوع، في نوع من الاعتقاد بأننا قابلون للتحضر. برنارد لويس حتى مع هذا اختلف، قال لك لا، غير قابلين للتحضر. طيب إيش الحل؟ أنتم بالأمس استعمرتمونا من أجل أن تحضرونا، قال لك هؤلاء ما فيش لهم حل، ولذلك لا حل، ما قالش استعمروا بس، قال إلا بإعادة احتلالهم واستعمارهم. طيب ما الجديد؟ لا خلاص، في شيء زائد كمان، وتدمير ثقافتهم الدينية وكل تجلياتها الاجتماعية بالحرف، أنا أقول لكم بالحرف ماذا قال الرجل، وهذا مستشار طبعا، مستشار في وزارة الدفاع الأمريكية يشتغل هذا الرجل، وهذا اللي كتب قبل حوالي 30 سنة وصاغ ورسم خريطة تقسيم الشرق الأوسط كيف ينبغي أن يقسم، وبعدين تلتها خرائط وخرائط من أخطرها
وأشهرها خريطة المنظمة الصهيونية العالمية التي نشرتها دوريتها المعروفة بكيفونين سنة 1982 بالضبط بعد غزو لبنان وطرد الفلسطينيين من لبنان إلى مهاجرهم من جديد. بعديها كيفونين نشرت هذا المخطط، مخطط تقسيم الشرق الأوسط، ويا ويل مصر فيه، ويا ويل العراق، ويا ويل سوريا، وطبعا السعودية لم تنجو، ولا كله مذكور. لكن أهم شيء قال لك هذول نبدأ بالثلاثة هؤلاء، والبداية تكون بماذا؟ قالوا بالعراق. هذا 82 بالعراق قالوا، لأنه في المدى المنظور أخطر قوة علينا في المنطقة قالوا العراق. هذول الصهاينة انتبهوا، المنظمة الصهيونية العالمية قالوا إذا لابد من التفكيك. وبدأت البشائر بلغة كيفونيم، بدأت البشائر. بشائر ماذا؟ قال لك بعد ثورة الخميني في إيران في 79. لماذا؟ لأن شيعة العراق، ما قالوش معظم شيعة العراق، قالوا هيك شيعة العراق كيفونيم قالت على ذمة هؤلاء الصهاينة ينظرون، والكلام غير صحيح، يعني ممكن أن يقال أكثر أو كثير، لأنه في شيعة في العراق شيعة عرب، ولاءهم العرب وولاءهم العراق الموحد أبدا، وما يرضوش يكونوا عملاء وامتداد لإيران، عشان نفهم كيف الأشياء. لأنه حتى مثل هذا المنطق وقد يكون مقصودا دسه. والصهاينة والله العظيم يا إخواني أقسم بالله أساتذة في دق الأسافين، أذكياء، نحن بلهاء، نحن سذج. أنا الشهادة لله وأنا عربي أعترف أن العرب، عرب هذا العصر أكثر شعوب العالم سذاجة، لدينا سذاجة وحالة استهبال حتى عند المثقفين، شيء غير مسبوق ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا يا أخي، غفلة غير طبيعية. أنا أيها الإخوة رأيت بأم عيني، بأم عيني محللا صهيونيا في القناة، لا أدري العاشرة وغير العاشرة، المهم في قناة صهيونية، هذا لا يعنيني، يتحدث عن خطاب الملك السعودي العاهل السعودي